راك شكون اللي قال لك ترشح وشكون الدول اللي راك تشوف فيها هذا الدول اللي دعمات هي على كل رساله مكتوبه علينا نبغى الشهاده في اوروبا فقط بسبب كشف الثوره وكعسكري قديم وحملنا رساله وانت شكون انت شكون سي صعوبات انت شكون عمره نعم ترشح باش تكون رئيس الجزائر ولا رئيس العالم لا رغم انني رئيس العالم ولكنني اكون رئيس بلادي بلا شهداء العرب. هذا شرف كبير لنا يا استاذ. بارك الله فيكم. بصح جامي شفناك. سؤال فقط. نعم. انت يا جزائري. نعم. تحضر نشيد وطني. نعم. شحال فيه من مقطع؟ واش نشيد وطني؟ فيه ثلاث مقاطع قسما. نعم. يا استاذ انت بحكم راك رئيس العالم، راك تعرف لغات العالم. نعم. تتقن اللغه الانجليزيه؟ اتقن 12 لغه لانني استنتاج عالمي. ما هي اللغات اللي تقول؟ اللغات مثلا اهضر لي مثلا باللغه الانجليزيه مثلا. نقول العربيه الفرنسيه الانجليزيه الايطاليه. اهضرنا شويه بالانجليزيه. I am people Algeria. I believe my country. My country Algeria is very good country. She's economy international. خسرنا 100 مليون شهيد لاننا عندما دخلت الاستعمار الفرنسي لقى 10 ملايين من الجزائريين وبعد قرن تقلص الى 3 ملايين يعتبر 100 مليون شهيد وفيات لان 10 ملايين في قرن يولوا 100 مليون اليس كذلك من الدول اللي ترأس